يا سادة، احنا النهاردة اتكلمنا عن حاجة مهمة جدا جدا، اتكلمنا عن الغموض. أرجوكم، الغموض لا يأتي بخير، وكذلك لازم نكون فاهمين إن الغموض مش معناه إن احنا ميبقاش في خصوصية، لكن الخصوصية لا تعني إن كل حياتك خصوصية. الخصوصية تكون في الأشياء اللي بترتبط بأشخاص آخرين، لكن لما تكون الخصوصية مرتبطة بنفس حياتكم، في حاجات كتيرة جدا جدا لازم نكون شفافين وواضحين فيها. تعالوا نتعامل بوضوح عشان كل واحد فينا يرتاح قلبه ويرتاح باله ونكون في أسعد ما يكون. كل ما نتعامل مع بعض ونبعد كل البعد عن الصراع وعن الإهانة وعن التجريح، كل ما احنا هنكون أفضل. ما تحاولش تحمي نفسك من زوجتك لأنها مش عدوتك، وما تحاوليش تحمي نفسك من زوجك لأنه هو مش عدوك. اتعاملوا مع بعض بوضوح، مش هتحتاجوا لا لدروع ولا هتحتاجوا لكل أدوات الحماية اللي انتوا بتستعملوها. كونوا قريبين من بعض، كل ما القلوب بتكون قريبة من بعض، كل ما بنقعد مع بعض أكتر، كل ما بنتكلم، كل ما بنتحاور، كل ما بنخرج مع بعض، كل ما بنكون قريبين من رحمة ربنا. قلوبكم دي عبارة عن كؤوس ربنا يحط لكم فيها المودة والرحمة، فما تقفلوش الكؤوس دي بالغموض، خلوها مفتوحة عشان ربنا سبحانه وتعالى هيمدنا ويزيد مدده علينا لما كل واحد فينا يكون عايز يريح شريك حياته ويجبر بخاطره. اجبروا بخاطر بعض وبلاها الغموض، لأن الغموض ده باب من أبواب موت القلوب. يا رب احمي قلوبنا يا رب، وكمان املأ قلوبنا يا رب بالرحمة والمودة، وخلينا دايما من أهل جبر الخواطر، وخلينا نرى أن الغموض ظلمة وأن الوضوح والاقتراب نور. فيا نور نور قلوبنا وحصن بيوتنا بكرمك ورحمتك يا رحيم يا كريم يا رب العالمين.